تختم لنا بالمديح، ثم نختم كل اللقاء بكلمة من الدكتور محمد الياقوت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم احفظ بلادنا وشعبنا وزرعنا وجندنا يا رب. الله أكبر، الله أكبر، جند الله قالوها، الله أكبر، جند الله قالوها، الله أكبر، جاء النصر يتلو. الله أكبر، الله أكبر، جاء النصر يتلوها، عبروا فكانوا أسودا عند قولهم. الله أكبر، الله أكبر، حصون الشر دكوها، الله أكبر، حصون الشر دكوها، بوليف صارت هشيبة لم يعد أثرا، وآيات ربي بدا الكل يرجوها. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني كلمات جميلة في رحاب النفحات الربانية، ونحن نستقبل المولد النبوي الشريف، فنحن نودع صفر الآن ونستقبل ربيع الأول، وهو شهر المولد النبوي الشريف. خير ما نختتم به هذا اللقاء، لقائنا مع أحد العارفين بالله، أحد الذي يعني لا نزكي الله أحد لكنه أحد الصالحين الذي صادفته، ومن رزق الإنسان الجميل أن ربنا يرزقه بمعرفة الصالحين. من هؤلاء الصالحين أخونا العارف بالله